السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلت أنا في عام 1994 في شهر رمضان المبارك، في هذه رحلة مباركة. وفي رحلتين أو مسجدين لابد أذكر القصة اللي حصلت لنا فيهم. واحد في بروكلين، وبروكلين ده حي فقير جدا، أغلبه جاليات مختلفة من الأفارقة، الأمريكان والعرب إلى آخره إلى آخره إلى آخره. وكان يعني صعب جدا نجمع منه تبرعات، لكن كنت أنا بستعين ببعض القراءات في الكتب اللي هي قراءات عن قصة سيدنا عمر بن عبد العزيز، وكتاب عن الجنة أحد الأرواح في بلد الأفراح، وكتب أخرى يعني. ففي هذا المسجد تحدثت في بروكلين في المنطقة دي عن المركبة أو الدابة اللي حركبها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في جهنم لما يخش. وكان المناخ جميل جدا، ناس قليل العدد، وكلهم بسطاء جدا، في منهم غير لا يعملون، في منهم يعني مقاعدين يعني، وفي منهم ايضا محالين الى المعاش يعني. الدخل بتاعهم كان بسيط جدا جدا جدا. فكنت انا متاثر بالكلام اللي انا بقوله. وبالاخر اتاني شاب امريكي حديث الاسلام، يعني ما كانش عربي، يعني كان من هو الامريكان اللي هم حديث الاسلام، وقال لي انا عايز اتبرع لك ومعيش الا الكابون بتاع الطعام بتاعي اللي انا باكل بيه اولادي. قلت له اهلا وسهلا جزاكم الله خير، ناخد منك. كان الكابون بتاعه ده اللي هو التيكت دي يروح ياخد بيها الاكل من المحلات بقيمه 3 دولار. ده كان من اكبر واجمل التبرعات اللي انا تلقيتها في هذا المكان في هذا الوقت، بناء على استجابته ومشاعره لما حس ان الجنة فيها دواب وفيها عربات وفيها خيول وفيها كذا وكذا وكذا، تأثر بما قاله سيدنا معالي في هذا في هذه الرواية. الثانية كانت في مدينة فيلادلفيا بنسلفانيا، وكنا جعانين جدا 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 جدا، وقعدنا منتظرين الأكل. وطبعا المتطوعين هم اللي بيعملوا الاكل في هذا المكان. وكان طبعا يعني احنا يعني الكلمه هتكون بعد صلاه العشاء والتراويح والسهره، هتكون هناك ايه الصبح ان شاء الله وجزاكم الله خير الى اخره. وكدنا اننا نتعب نفسيا ونغضب. ليه؟ لان ما فيش، وجعانين بقى وما فيش اكل، والمسجد بقى ما يعني ما كانش مسجد، كان مجرد هو مركز اسلامي كده، بيوت قديمه متظبطه مع بعض. وبعدين فجاه كده لقينا مجموعه من الاخوات المسلمات الجدد من اصل افريقي ياتينا بما نسميه البيتس الباستا اللي هي المكرونه والحاجات دي كلها، وكل واحده فيهم بسم الله ما شاء الله شايله حله انا ما اقدرش اشيلها. لكن اجمل ما في هذا الموضوع وهذا التعب وهذا الجهد وهذا الضنك اللي هم تحملناه في الافطار هي الابتسامه اللي كانت موجوده على وجه الاختين دول. يعني كانوا جايين تعبانين عرقانين صايمين واصلين بعد الافطار بابتسامه لم ارها من متطوع للاغاثه الاسلاميه في خلال حياتي الماضيه. فالابتسامة دي لوحدها أزاحت عني الغضب والجوع والضجر وكذا 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 أنا كنت بفكر فيه. طبعا مع قبل الإفطار، بعد ما افطرنا حبة البلح اللي احنا بناكلهم دول، فكان ابتسامة النساء الأفارقة الأمريكان جميلة جدا. وكانت تبرع أبو 3 دولار لمن أخونا الأمريكاني في بروكلين كان أجمل تبرع أنا خدته من أمريكا في هذا الشهر. ولكن والأسف مع ذلك هزمني الأخ وسيم وجمع تبرعات أكتر مني في خلال هذا الشهر المبارك. فالحاجات دي مهمة جدا إنك كيف نعرف نتعامل مع المتطوعين. وكان الأكل بسيط بسيط بسيط، وبطاطس ما فيش لحمة فيه، ما فيش فراخ فيه، ما فيش أي حاجة، مجرد اللي هو الحب اللي هي أضفته هذه المرأة وزميلتها على الطعام اللي هو كان مكرونة معمولة بحبة خضار إلى آخره. وكان من أجمل الأطعمة وكان من أجمل اللقاءات اللي موجودة هناك بروكلين في نيويورك وبنسلفانيا اللي هي فيلادلفيا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله، نراكم في مكان آخر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.